هو هنا تعبان راقي نايم؟ إيه؟ إذا نايم خلاص. طيب إلى معلم الفاضل عبد العزيز ابن متعب أبو ظهير ووالديه، وحشتنا جدا يا أستاذ. بهذه العبارة أرسلت، وحشتنا جدا يا أستاذ، من طالبك المحب والداعم أحمد غنيم، ألف ريال لوقف اليتيم. ما شاء الله تبارك الله. تعليقك؟ تعليق لا تعليق. طيب بيض الله وجهك، هذه حسن التربية. تقول له تعليق، هذه حسن التربية. هات تستاهل والله كفو، ترى له مقاطع. ثاني مرة يسويها هذا الطالب. اي والله المرة الأولى، اي مرة ماضي قبل الحلقتين. اي نعم، و اكيد لو ما تربيته طيبة وبيته طيب، انا اشهد ما كان الثمر او الغرش اللي غرسناه فيه ما اثمر. فأسأل الله ان الله يوفقه ان شاء الله، وباذن الله انه من اوائل الناس اللي القاهم بعد ما طلع من البرنامج. يا سلام، باذن الله باذن الله. ولا شك يا عبد العزيز لو ما تركت هذا الاثر الطيب صدقني ما حد يدفع عنك، ولا حد يتبرع، ولا حد يقدم صدقه في وقف اليتيم بمكه الا انك تركت الاثر الطيب. اللهم لك الحمد. حبيبي عبد الله الشلهيب، المره الماضيه استاذنت كنت متعب.